بس احنا دايما كنا بنخش متغميين يعني ما حدش يعرف في ايه؟ شفناها من ورا. شفتوا ايه؟ مفروضات سليمه تحت. فين يا جدع؟ جدع احنا ما عرفناش نخش من جدع. ده ايه متحف امن الدوله بقى ولا ايه؟ ما تفهمش. لا ده قاعده استقبال كبار الزوار. هم كلهم هربوا. هم الاوتيل ده كنا عامل زي الاوتيل ده. مش وجع.
الاولين. المبنى بتاعنا. انزلوا تحت يا جدعان، شوفوا المعتقلين الاول. مفيش حاجه هنا؟ مفيش سجون. مفيش سجون. هو مفيش سجون. يلا هو مفيش مكان. قصدي نادين مفيش سلم هينزل تحت. هو مش غبي. مفيش تحت غير البر. ايوه ماشي. هو مش غبي. على فكره كانوا هنا قريب. هنا السلاح. الناس دي قريب هنا. احنا بنشوف كوبات شاي وبنشوف السجاير مطفيه يا دوبك. صور. البتاع فيه ريحه. صور الحاجات دي. صور. في ملف كم ملف؟ رشاش بروينج. ده سلاح ده موجود هنا. ده سلاح. ده كله سلاح. دفتر الأحوال. انتهى اليوم على بركة الله تعالى. اللهم قوي إيمانهم. بص اللهم قوي إيمانهم. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. اللهم قوي إيمانهم. افتتاح يوم جديد على بركة الله. بص طب يلا تعالوا نتحرك يا رجاله. تعالى طيب عايزين بس نشوف فين الزنازين دي اللي مش جدا. فيش نور كان في الضلمه. خزان دي على فكره طبعا فيها بلاوي. ده لا مش لازم. المهم حاجه عشان الناس اللي تحت كانت مظبوطه. بص الايات دي. هات 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 استنيكم. والله يا عم وظهر ربنا هو عامل كده. دي كلها دورات على فكره. ما هو واضح ان دي حته بتاعت التدريب يعني جنب المستودع بتاع السلاح. يلا قبل ما الجيش يجي. ما بالظبط. عايزين نحاول شباب. ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ التلفزيونات عندي فاضي. ايه ده؟ ده هو
هنا كل الاخوان والجهاد وكل الجماعات الاسلاميه موجودين، كل حاجه عنهم هنا. كانوا عاملين ملف لكل واحد في البلد. جميل. بس هنا مكتوب عليها حابين على الاخوان اللي بيصلوا كتير دغمه بيصلي متواصل في الجامع. وبعدين اخوان كله اخوان اهو السوكه قابل ايه دوره الاخوان ده غير ده هو الدور بتاع كل واحد في ايديه ويطلع اهو بعدين انت كان انت لو سمحت ايوه حاضر حالا حالا طالعين سوري بلاد تي في كل ده يا باشا يا خرابي مش ممكن مبدئي في انتخابات 2005 مجلس الشعب قول مجلس تاني هنا الفنلات هنا يا طارق تقدير موقف مبدئي بشأن انتخابات مجلس الشعب 2005 برافو بص المنظر لا 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 سيبك من انت تعالي فتحنا المكتب اللي هنا ايه ده كله سجل عنه بأنه من عناصر الجماعة الإسلامية المفرج عنها عشان نبر بقى الدنيا ده سر جدا سمعين ده ليه؟ إن كفاية دول أصلا أمن الدولة؟ مين قال في كذا حد بيقول كده من دول هم اختفوا أصلا بقالهم فترة مختفيين من الأحداث دي هيطلعوا تاني كبلدقة هتشوفوا هيطلعوا وهيضربونا وما اعرفش ايه مين دول امن الدوله اللي مختفى زي ما هم زي شرطه طلعت وجت ومشيت وما اعرفش ايه شركات تصدير الاقمار تبعها عام عايز اجيب حد فيهم ممكن يا جماعه عشان تحت كله لم العرضات
يلا دي عن انحراف الاعضاء الهيئه القضائيه. تم الاتفاق بالتعتيم الاعلامي على تلك القضايا حرصا على استقلاليه وهيبه الهيئه القضائيه من الراي العام. أيوة.